لك زميلي العزيز عمرو مختار وايضا زميلي العزيز مجدي الشربيني من استاد السلام قبل انطلاق هذه المباراه تجمع بين الزمالك وطلائع الجيش، وايضا هيكون معنا على الجانب الاخر وفي استاد دفاع الجوي زميلي العزيز محمد طه قبل المباراه الاخرى التي تجمع بين بيراميدز والجونه. هبدا مشاهدينا الكرام مع زميلي العزيز عمرو مختار وماذا عن نادي الزمالك في لقاء اليوم ولقائه مع نادي طلائع الجيش. تحياتي ليك زميل العزيز تامر صار، تحياتي لضيوفك الكرام ومشاهدينا الكرام هنا من استاد السلام والدور 16 لكأس مصر، الزمالك امام طلائع الجيش. ما يخص نادي الزمالك، كان نادي الزمالك وصل في حوالي الساعه 7، الزمالك النهارده باداره فنيه للمدرب العام هيكون اندريا بيكي والكابتن احمد مجدي بعد حصول جوميز على اجازه وسفره الى خارج البلاد. خليني اقول لك النهارده نادي الزمالك عوده لثلاثي المنتخب الاولمبي اللي هيكونوا على دكه البدلاء، نفس تشكيله مباراة البلدية لكن دخول سيف جعفر بعد عودته من الإيقاف وخروج محمد إبراهيم ودخول عودة محمد السيد ليكون هو الظهير الأيمن للفريق النهارده. رغم سفر جوميز اللي كان هناك اجتماعات عن طريق الميكس زوم، عن طريق الزوم، عن طريق الفيديو مع اللعيبة ومع أندريا بيكي وكابتن أحمد مجدي، يعني كان بيقول التشكيل وكان مع عليهم بالتواصل دايما. يمكن النهارده الفريق الزمالك عنده دوافع كبيره جدا جدا وايضا عنده دوافع ان هو يحصل على بطوله الكاس هذا الموسم بعد انسحاب النادي الاهلي. خليني اقول لك النهارده عوده ثلاثي المنتخب زي ما قلنا عبد المجيد وايضا محمد شحاته ومهاب ياسر، يمكن النهارده هتكون دقيقه احداد على لاعب باولو جوليوس لاعب فريق نادي طلائع الجيش بعد تعرضه الى حادث في قبرص، درجه حراره اكثر من رائعه. يمكن دي كل كواليس نادي الزمالك. عوده ليك زميل عزيز تامر صار. شكرا لزميلي العزيز عمرو مختار.